مريم مجدولين لحام، أهلا وسهلا فيك بحلقة جديدة ببرنامج خلينا نحكي عبر قناة لبنيز دريم نيوز ايجنسي. اليوم بدنا نحكي عن وين مجدولين لحام، مريم مجدولين لحام بعد مذكرة بحث وتحري، وين صار هيدا الملف مريم؟ وانت أول مرة بتطلعي هلأ معي من بعد المذكرة، تفضلي. حاليا وين مجدولين هاربة من اللاعدالة ومتوارية عن أنظار منظومة قضائية فيها أشخاص بدهم أو من يريد أن يطبق شعار لا صوت يعلو فوق صوت قنوات المنار والميادين والعالم وجريدة الأخبار ومن لف لفيفهم يعني من أبواق المحور، مجموعة بائعي الأوهام يلي المفروض بس هن يطلع صوتهم، نحن ممنوع يطلع صوتنا، بس بدنا يا أما بتبيع توهمات وانتصارات مزعومة يا أما أنت بتكون عم تندرج أي شيء أنت بتقوله بيندرج بمحور المقاومة، سوري محور الإسرائيل. فأنا ما خلصت قضيتي لأنه أنا عندي ارتياب مشروع مما يمكن أن يحدث إذا توجهت لأي محل، مش من باب الخوف، من باب الحيطة، لأنه الحيطة والفطنة، لأنه في أشخاص مش بس أنه عم تهددنا بالقتل، في أشخاص عم بتقلي أنه أنت أنا وين ما شايفيك ناحي رقبتك، أنا كيف إذا توجهت لأي مكان يمكن موت على الطريق. هلا في اشخاص ممكن تيجي تقول لي انه والله الحمد لله على السلامه او يحكوا معي يقولوا لي بس انا الحمد لله على السلامه، انا ما خلصت، انا بعدني بصلب المعركه، مش بس مع ميليشيا مسلحه بتتاجر بالكبتاجون بتتحكم يعني ببعض ان لم يكن باهم مفاصل القرار بالدوله لصالح ايران، انا بعدني مهدده بالقتل والتصفيه، ومش بس عم واجه بيئه حاضنه مسلحه بل عم واجه كمان زملاء بالمهنة مهتمين انه انا انقتل ومهتمين ان لم اكن اقتل جسديا اقتل بالصورة، مثلا فقدت التوازن مريم البسام، يلي فقدت التوازن المهني مريم البسام التي ابت الا وان تنشر بيانا منسوبا لعائلتي صادر عن شخص واحد، حرام صراحة. انا استاذ فادي بدي ادعي لها انه الله يرزقها لهوي عقياس غلة لانه مخيف للامانة قديش ما امثله من صحافة دابك بمفاهيمها الملطوشة وشخصنتها للأمور، والله غريب هيدا التدني المستوى. أنا شفتها كيف عملت مع الأستاذ ميشيل المر وما كنت متخيلة أنه مثلا الواحد ينزل لهيك حضيض، لا نزلت بعد لحضيض أكبر أنه حدا مهدد بالقتل وبعدها هي عم تروح أنه والله عائلتها تتبرأ منها. صراحة نسأل الله أن يصبرها والخياط على مصابهم من تدهور للمحور اللي بدخلوا منه مال منهوب. هلا إذا بدي أجي أطلع من جيازة الجديد ونحكي المهم، زميلي عليا منصور يلي هناك منفبرك لها حساب مزور تفاعل مع ايدي كوهان وبهدف مداهمة منزلها، اختلق ذريعة متكاملة للحصول الرسمي على تقريبا هاتفها وحاسوبها حتى يبنى على ما يمكن أن يبنى من تلفيق وملف يشوه ما يمكن تشويهه. نحن اليوم حاليا أستاذ فادي عم نواجه أو نبرم بمحيط من الضباع الخاسرة يلي هن نازفين جائعين لأي اقتصاص، مش خوفا منهم أنا عم بحكي عم أو أقول أنا عم بحكي لأنه شوفوا شو ممكن يعملوا، بيجوا بيقولوا لك أنه بتقول اي كلمه بينطرق على الكلمه بيعملوا حمله الكترونيه وهيدي الحمله الالكترونيه بتعمل ضغط على امن الدوله وامن الدوله بيتحرك والقاضي بيتحرك مثل كانه نحن بامرت او ناطرين الاساتذه الشباب علوشي وزهراء شو بدهم يعملوا حتى نحن نعرف شو بدنا نحكي على الاعلام، بركي مره الجاي اذا جماعه حزب الله يا ريت بيعملوا لنا او بيفتحوا لنا جامعه ويفتحوا صف صحافه ويخبرونا نحن شو المسموح وشو شو المش مسموح مسموح ويقطعوها هيك فرد مرة على العسكرية حتى كمان ياخذوا الموافقة من القضاة يلي عم يتحركوا بناء على تغريدات، ساعة تغريدة مزورة وساعة تغريدة حذفت، يعني أنا بدي أفهم هيدا القاضي اللي بعت وراي ليقول لي ليحاكيني بموضوع التغريدة اللي أنا حطيتها عن الإسعاف التابع لحزب الله. اليوم إذا أنا حذفتها للتغريدة
شو بعد بدك مني؟ ما فهمت يعني شو الفكرة؟ بدك تحاسبني؟ ماشي ممتاز، خلينا نروح ننتقل عند قاضي التحقيق وخليه يحاسبني، بس انه انا اليوم صحفية بدنا نروح باتهام بالعمالة، عمالة اللي هي فيها يعني مثل ما بيقولوا اشغال شاقة ومؤبد كرمال كلمة كتبتها وحذفتها، شيء اوفر صراحة. يعني مثل ما عم بفهم منك مريم انه في بعض القضاة مسيرين وبعض القضاة مخيرين. صراحة هيدي الدولة يلي سمحت لمحمد عفيف مسؤول القطاع الإعلامي بحزب الله إنه يتحكم مين يصور بالضاحية ومين لا، مين بحق له يفوت على الضاحية ومين لا، مين بحق له يفوت على المربعات الأمنية لحزب الله ومين لا، مين ينقل صوت الجنوب وبعلبك والبقاع ومين لا. هي يلي وصلتنا لهون، وهي اللي وصلته انه يفكر انه في يفرض على الاعلام معاييره وادبياته. انا بدي استغل هيدي الفرصه بما انك سالتني عن موضوع انه اذا في قضاة هيك ولا هيك. انا ماني قاضي لا اعرف، بس انا بعرف كثير منيح انه القاضي يلي بعت وراي اقله لما كان بوجه نداء الوطن عمل مرافعه دفاعا عن حزب الله. فاليوم بعيدا عن هذا الموضوع، اليوم شفنا الحاج محمد عفيف يلي كان يعني هو والحج رنا الساحلي بيقرروا مين بفوت على الضاحيه ومين ما بفوت على الضاحيه ومين بيصور ومين ما بيصور. هدول انا اللي عم يعملوا مؤتمرات ليخونوا الحدث بالعربيه والام تي في وكل ما هنالك. اذا الحاج عفيف والحاج رنا مفتكرين انه حريه التعبير مرتبطه بالميدان، فمثل ما بيقول محمد رعد، فيراجعوا تاريخ الام تي في يلي احتلالات فعليه مباشره من النظام السوري ما سكتتها. هيدا اذا افترضنا انه بالميدان حزب رابح ليفترضوا انه فيهم يسكتوا مين ما بدهم، او يسكتوا الحدث او يسكتوا العربيه. انا برايي فيهم ماكسيموم يعطوا إيعاز شرعي لأبواقهم، ما يطلعوا على شاشاتنا هيك. أنا صراحة من الناس اللي ما بحب أسمع لا فيصل عبد الساتر ولا جماعتهم، يلي بركي بنرتاح يعني من النشاز إذا عطيهم إيعاز شرعي لأبواقهم ما يطلعوا معنا. وبدي أقول له لعفيف، سقفك تقعد على أنقاض ما تبقى من أرض وعدت الناس حضرتك وحضرة حزبك إنه حتحموها، بما انه يعني انت قعدت وعملت المؤتمر على انقاض الضاحيه وكان جميل جدا المشهديه بالاخر، كيف لما اجى التهديد شفنا كيف العالم والاعلام فل من المؤتمر، وفرجيك انه انت كبيرك تشرف على تلفزيونات الحوثي بالضاحيه او مجموعات علي قبيس الواتسابيه وتطعموا بالاعراض وتقذفوا النساء، هيدا كبيركم، فالتهوا بشي ينفعكم يا حاج، لانه تبين انه اسرائيل فيها تصور شو ما بدها بالضاحيه، وكنتوا انتم مسيجينها ومانعيها عن اللبنانيين وعن انه كل واحد فينا يجي يصور شو ما بدنا فيها وينقل صوت الناس. فاذا امنياتكم البهلوانيه انه تسكتونا على وتسكتوا الصحفيين اللبنانيين، يا ريت تروحوا تصبوا مجهودكم بدل قمعنا نحن، صبوا لها هذا المجهود والقهر والحرقة والغل والكره والزعرانات على العدو. تشاطروا على اللي منعكم تفوتوا تنقذوا كنتوا هاشم صفي الدين من كم يوم وبقيتوا محاصرين جوات الدويلة بالمريجي مش قادرين تبعتوا واحد يسحبه من تحت الأرض، لا ولا لحد ما اجى العدو يتاكد انه صار هاشم صفي الدين جثه هو وال 25 شخص اللي معه، لا خلوكم تسحبوه. هيدا امين عام حزب الله الجديد، اما امين عام حزب الله القديم فبدل ما تفلت منظومه ذبابكم الالكترونيه على مجدولين لحام وعلى علي منصور وعلى مكرم رباح وعلى مجد حرب وعلى صالح المشنوق وعلى ديما صادق وعلى كل واحد بيحكي وبيعلي الصوت وعلى حتى شو اسمه بري، شوفوا كيف بدكم تشيعوا نصر الله وتعملوا له عزاء يليق فيه اقله بما قدم لكم، بس انتم حتى مش قادرين تتحدوا العدو بهيدي الشغله. كل السنه بتبيعونا خطابات ولطميات، شو نصر من الله وفتح قريب، وبيجوا بيقولوا لنا قال يا صاحب الثار بسخط مريب ترونه بعيدا ونراه قريبا باذن ام الحسن. طب تمام، مش انتم اللي حسن نصر الله قالكم بكربلاء الكل استشهد؟ اتحداكم انه تعملوا حفل تقبيل لشهيدكم الاول والابرز حسن نصر الله قبل ما تطلع تهدد العالم. روح عمور رجال على الناس اللي بيقدروا يسكتوك. طيب مريم شو نهايتها برأيك؟ نهاية شو؟ نهاية اللي عم بيصير هلأ بهالبلد؟
نهاية اللي عم بيصير بهذا البلد انه وصلنا لمحل في اشخاص عم تتهدد وفي اشخاص عم بيهددوا، حتى عم بيهددوا يعني عم يحكوا باسامي مليون و400 الف مشرد بالطريق، وعدتوهم 11 شهر توعدوهم بقلب هيدي الحكومة اللي تابعة لحزب الله والتابعة للثنائي واللي تابعة لجبران باسيل واللي تابعة لكل هذا النهج و8 اذار، جيتوا قلتوا لهم لهدول العالم انه نحن رح نلاقي لكم مراكز ايواء، وطلع هيدا مدير الارتكاز مش عارف شو يلي كان مخبرنا انه انه حسن نصر الله لما يموت حيصير في حيصير في شو علامات الساعة الكبرى، ايه طلع يخبرنا انه والله كل واحد عارف وين بده يروح وين بده يجي. اخر شيء تركتوهم بالشارع وجايين فوق هيدا ذبابكم الالكتروني عم بهدد العالم وعم بخلي العالم ما تتعاطف مع الاشخاص اللي هن موجودين بالشارع. شو نهاية هذا الموضوع؟ نهاية هذا الموضوع انه اليوم في اشخاص مسلحين ممكن يقتصوا بأي ساعة من الناس إذا كانوا هن لاقوا حالهم مذبوحين. وهون يعني الاقتصاد سيكون ليس مني فقط وليس من فادي فقط وليس من أي شخص، يمكن أنت يمكن رأيك السياسي ما بتطلع فيه كونك محاور أو بس ليس منا نحن فقط، الاقتصاد سيكون منا به بر نفسه أي شخص. نعم اليوم الرئيس نبيه بري يقود مفاوضات لوقف إطلاق النار. نعم هناك دعوات للرئيس نبيه بري، إن كان دعوات خارجية أم داخلية، لعقد جلسات للعمل على لفتح البرلمان. لانتخاب رئيس الجمهورية. شو موقف برأيك الرئيس نبيه بري؟ برأيي اليوم نبيه بر بيغار من قدرة يهوذا الإسخريوطي جبران باسير على المناورة، لأنه جبران باسير قادر يناور وقادر عنده مساحة يقلب جلده الحرباية، وممكن كتير بتنسيق من حزب الله بما أنه بيستطيع لعب دور مثل ما بيقولوا العميل المزدوج وعلى رأس العملاء اللي بيفتخر مثلا كانوا في حزب الله. وامبارح كان ملفت بالزميل عقيل على الام تي في مع استاذ مارسال، كان بعض الدفاع قائم على جبران باسيل، فاذا جبران عنده مساحه يقلب جلده وعنده مساحه يلعب دور المزدوج التبعيه وعنده مساحه انه يكون عم يعمل حاله هو مع العرب ومع السعوديه وبذات الوقت هو يكون معهم هن ومع ايران. اصلا حزب الله بهمه دائما يكون على وفاق مع من هو عميل مزدوج وعلى رأس العملاء اللي افتخر بهم سابقا هو أليح بيئة إذا بدنا نرجع على هذا الموضوع. فلنرجع للرئيس مجلس النواب، اليوم نبيه بري بين تهديدين، بين القتل الجسدي والقتل المادي، بين خيار إنه تصفيه إيران وتقتله إن تخلى عن حزب الله أو أن يخضع لعقوبات أمريكية وبالتالي يخسر كل ما جمع من أموال وما حظي به خلال سنوات من الحكم، فالحكم المريب طبعا. لهيك أنا بلاقي إنه نبيه بري اليوم بين شقوفين قتل، شقوف القتل الجسدي وشقوف القتل المالي، لهيك عم نشوفه عم يركب عصي أمام انتخاب قائد الجيش، لأن إذا بنتذكر كرمال عيون حزب علي خامنئي زمان تم انتخاب ميشيل سليمان من دون تعديل الدستور، بوقتها اذا بتتذكر استاذ فادي ب 8 اذار طلعوا ارنب زغطور اسمه دراسه وزير العدل السابق المحامي بهيش طباره يلي بررت انتخاب العماد سليمان مع احترامي للعماد سليمان بانه مع الشغور وسقوط مهل انتخاب الرئيس بتسقط المهل، هلا دخلك المهل ما سقطت؟ بوقتها لما كان بدهم يفرضوا علينا انتخاب العماد ميشيل سليمان طلع علينا بنظرية عظيمة قال انه تصويت اكثر من ثلثي اعضاء المجلس النيابي للعماد سليمان يعني تلقائيا انه المجلس عدل ضمنا الدستور والمواد الدستورية المانعة على انتخابه من دون تعديل الدستور، يعني بوقتها لقالها نبيه بري فتوى، ولانه كان الرئيس الراحل حسين حسيني والوزير السابق والنائب السابق بطرس حرب كانوا عم بيقولوا له انه لا لازم يصير في تعديل دستور تجنبا للطعن واحتراما للدستور. هلا لازم كلنا نذكره فيها للرئيس بري ونقول له الحياة وقفة عز، انت بتعرف كتير منيح بكل مساوئك
انت منك جندي في ولاية الفقيه، ولن تكون لا انت ولا محاسبيك في حركة امل مع ترهات الخامنئي الايديولوجية، فاختار لبنان حتى ولو مع قتلك ومع تغييبك. في البطل احسن مما انت تبقى هيك عم تطلع لنا أرانب بس وقتها بده حزب الله، ووقتها ما بده حزب الله ما يطلع أرانب. ارجع لتصريحك مع فلتمان قليل من العسل بال2006. مجدولين، ما زلنا عم نحكي نعم. عن الرئيس نبيل بري والمساعي لوقف اطلاق نار والزياره التي قام بها هوكستين للبنان، ومن بعدها صار في هذا الارتفاع بتصعيد المعارك والقصف. الامور باي اتجاه برايك؟ هون بدي رايك السياسي التحليلي كمان. نعم، بأي اتجاه؟ شو بأي اتجاه؟ انه نحن معقول رايحين يصير؟ تصعيد اكبر برايك، ام نحن بلش الحكي بالقرار 1700 واحد والتنفيذ الدقيق وليس عبر حسب سيناريو 2006؟ اول شيء مش بس تنفيذ دقيق، هيدا اللي مطلوب هو تفاوض تحت النار، واللي طلبه هوكشتاين تفاوض تحت النار، وبالتالي كمان التنفيذ الكامل والصريح لل1701 بما يتضمنه من 1559 و1680، ما يعني او لا، وشو اللي طالبه كمان الاسرائيلي؟ طالب تنفيذا ابديا، يعني نوعا ما مشابه للسلام اللي مضى حسن نصر الله وميشيل عون لما كانوا عاملين الترسيم الحدودي واعترفوا بحدود اسرائيل البحريه وسلموا نفط فلسطين لاسرائيل. فاليوم انا بلاقي الامور بدأت تتجه ولو تحت النار بالتفاوض تحت النار الى يعني أن يعني مثل ما بيقولوا ضمان التحقيق ال 1559، إن لم يكن الآن، حتى يعني يفهموا الميليشيات المدعومة من إيران التي إنه هلأ هن متفككين. لأنه إذا بدنا نجي نحكي عن هذه الميليشيات وعلى رأسهم حزب الله، كلياتهم عم بيركزوا على الحفاظ على الذات بدل من إظهار قوة الدعم لحماس تحت قيادة إيران. أنت بتعرف كثير منيح اليوم وكلاء إيران عم بيشكلوا جبهة، ما قدروا يشكلوا جبهة متراصة بمواجهة إسرائيل، و ما يقولون انها مواجهة اسناد. منلاقيهم انه لم ينسقوا قط بشكل كامل ككيان حربي واحد، وإن لم يكن الدعم التكتيكي جزءا أساسيا، وإن يكن الدعم التكتيكي جزءا أساسيا من علاقتهم، ظلال من الشك على موثوقية التعاون بين المجموعات عم بتكون موجودة. اليوم كانت إيران تتباهى بما تملك من نفوذ بالمنطقة العربية بسبب اتساع التوزع الجغرافي لوكلائها، ومع ذلك كل مرة توسعت فيها شبكة إيران زاد تعرضها للاختراق، وعلى رأسها الاختراق يلي صار بالبيجر. بالتالي أنا قراءتي السياسية إنه اليوم لما وصلت جريدة الأخبار يلي هي جريدة حزب الله إنها تحسست رقابة، وإنها صارت عم بتقول عم بتحمل الجيش وعم بتحمل عماد عون، عم بتقول له انتبه نحن عم أستاذ بيهددونا بوجودنا من بعد ابراهيم الامين اللي كان يهددنا انه هو بده يقتل ويغتال وبيقدر، وتحسسوا رقابكم. اليوم هن عم يتحسسوا رقابهم وصاروا عم يحكوا انه يقع على قائد الجيش العماد جوزيف عون انه مسؤوليه لجم السفاره الامريكيه ومنع من اي عمل يتسبب باضرار جسديه وماديه للعاملين بجريده الاخبار. معناتها والله صرتوا بتعرفوا انه اليوم أو خطكم خاسر، اعترفوا إذا أن خطكم خاسر. بأواخر ماي أيار 2024 يا أستاذ فادي، كشف تحقيق أجرته قناة تلفزيون سوريا المعارضة أنه عثروا على أجهزة تجسس بشحنة ألواح شمسية دخلت سوريا عبر ميناء اللاذقية والحدود البرية بين لبنان وسوريا، وسهلت الفرقة الرابعة من الجيش السوري ومن جيش بشار الأسد بالإضافة إلى أقرباء بشار الأسد عملية الشراء، وكانت أجهزة التجسس هاي مرتبطة بإسرائيل وكانت بتهدف لمراقبة الحرس الثوري الإيراني
وكلاء ايران بسوريا، فانتم مخترقين، انتم عم تخسروا كل يوم، ورح نضلنا نقول انه عم تخسروا كل يوم لو بدنا نموت. لو بدكم تبعتوا ورانا مش بالقضاء العسكري اللبناني، القضاء العسكري العالمي، رح نضل نقول انه انتم عم تخسروا، ونحن حربنا معكم حرب وجوديه، حرب رح تنتهي باذن الله لصالح لبنان ال 10452، وإذا ما انتهت لصالح ال 10452 وبقيتوا عم بتهددوا باسم الناس وباسم الأشخاص اللي عم تدفع الثمن، يلي أنا امبارح كانت أول مرة بسمع وبشوف فيديو يا أستاذ فادي من 11 شهر وباي ماسك ابنه بالجناح وعم بقول يا علوشي من حرقة قلبه إنه مات ابنه، أول مرة بسمع شخص بتقدر تتعاطف معه إنسانيا ما بيطلع بيقول لك شو فدا صرمية السيد. أول مرة رجعوا لإنسانيتكم، رجعوا للبنانيتكم، وإلا يا أما الفيدرالية قادمة، يا أما رح يرجع لبنان القوي، يلي لبنان يلي كان أيام المارونية السياسية وأيام السنية السياسية وأيام الإعمار وأيام دولة القانون. وبغض النظر عن ما وصلنا إليه من جحيم وحضيض بلغنا فيه حليفكم ميشيل عون. مجدولين أخيرا، إلى متى ستبقى مجدولين أرمينة؟ أنت سميتيها من اللا عدالة، إلى أي نعم، متى بدك تضلك؟ رح ضلني هربانة لحد ما يصير في عنا لبنان، هربانة من اللا عدالة طبعا لا يصير في عنا لبنان، لكن أنا متواجدة على كل منصاتي وعم بحكي، ومش رح يقدروا يسكتوني، وكل ما هن فبركوا وعملوا مش رح يقدروا يسكتونا. ويعني أنت شايف إنه هيدا لبنان اللي نحن فيه قادرين نعيش فيه ونكمل فيه اليوم؟ إذا زميلنا أنتوني مرشاء الموجود بأمريكا عمل أهم، يعني مثل ما بيقولوا، لقاء مع أهم مرشح لأهم دولة بالعالم، عملوا عميل وعم بيهددوه بالقتل، هو قاعد بآخر الدنيا، فما بالك البنت اللي هي هلا قاعدة بقلب لبنان وبعدها عم تحكي وتقول كلمتها. لا يمكن أن نعيش إلا اليوم هاربين من اللا عدالة وهاربين من الميليشيا، ميليشيا علي خامنئي. أنا بدي أشكرك مريم مجدولين لحام، والله يحمي الجميع في لبنان وفي العالم. شكرا لك مريم. شكرا لك. مشاهدينا، انتهت الحلقة، تابعوني بحلقات لاحقة. إلى اللقاء.